يا صباح الخير والعافية على كل من يشاهد ويتابع قناة زاغروس الفضائية وبرنامجنا الصباحي نسمات زاغروس، وأكيد أحب أصبح على زملائي من داخل الاستديو. أعزائي المشاهدين، عنوان استطلاع لهذا اليوم عن الوشم للفتيات، هل هو ظاهرة سلبية أم حرية شخصية؟ فخلي نشوف آراء أهلنا وناسنا. هي من مبدأ انه الحرية الشخصية حرية شخصية، بس احنا كمجتمع شرقي خصوصا بالعراق ما نتقبل هذا الشيء. انا اشوف انه هي ظاهرة سلبية بسبب مجتمعنا، فضد. والله على الحقيقة يعني هي تقريبا خلينا نقول تخالف عاداتنا وتقاليدنا، بس حاليا قمنا كل شيء نشوف يعني شوية يوم عن يوم يعني المجتمع مالتنا يصير باتجاه الانفتاح، فتقريبا قمنا نشوف فد شيء يعني عادي مو فد شيء، بس اكو شيء اوفر مبالغ به واكو شيء طبيعي، يعني فد شيء الطبيعي والمسموح به عادي تقريبا، بس اكو خلينا نقول مناطق بالجسم معينه صار بها اوفر، يعني هذا الشيء خالف عاداتنا وتقاليدنا، بس يعني مو ضداني هذا الشيء يعني. اذا كان الوشم القصد من عنده انه هو اظهار الوشم امام الناس فحاله حقه سلبيه، حاله غير مقبوله، بس اذا كان وشم مغطى والبنية من حقها انه تمارس طقوسها داخل بيتها مع زوجها، فد شيء يشوفه جميل ولطيف فاعني بحيث لا يأثر على الذوق العام، رغم تقاليدنا وعاداتنا والقيم اللي احنا نحملها، الانسان لازم يتعامل بتحفظ بهاي الحالة، والحرية الشخصية مريودة، حرية الانسان مكفولة بالقانون وبالدستور، بس المهم انه هذا الوشم الانسان اذا يريد يكون هو حالة إيجابية إلى مو حالة سلبية يستخدمه، بس لي ظهر أمام الناس خصوص بالنسبة لبناتنا اللي احنا نحترمهم كلكم، نتمنى انه يطلعن في أحلى صورة في أجمل وأبهى صورة، ها يعني نتمنى انه تكون إذا حب الوشم خلي يكون الوشم يعني ما يخرج عن الإطار المألوف ولا يكون ظاهري مكشوف أمام الناس، خلي يكون وشم طبيعي عادي. والله حرية شخصية. السبب؟ ما كل واحد حر بروحه. ما عليه من حكي عالم. البعض ما يقبل هاي الحالة. ما يرضى بعد أول يعني ما يرضى على بنات العالم. هاي بعد حريته. يعني لا إيجابية ولا سلبية، حرية شخصية، ما طول ما مأذي أحد. يعني حرية. إي صارت بي يعني مبالغة، بس يعني بالأول والأخير انه حريه شخصيه، رغم انه هي يعني تخالف عاداتنا وتقاليدنا، بس تبقى بالاخير حريه شخصيه. لا والله حريه شخصيه، يعني ما لاي واحد حق انه يقول لك ظاهره سلبيه او فشي، يعني هسه احنا باعتبار مجتمع فري، يعني كل شيء مسموح به، فهي ظاهره يعني حريه شخصيه. يعني انت مع؟ اي اكيد.